أخطر ست حاجات بتحصل للشباب على الإنترنت، خاصة في السن الأصغر اللي هو كام، من 10 ل 14 ولاد وبنات. واحد، المواقع الإباحية وإدمان خطير ممكن يدمر مستقبله بكثرة الدخول ومعرفة إزاي يدخل على المواقع الإباحية. اتنين، البلطجة الإلكترونية. يعني إيه البلطجة الإلكترونية؟ استغلال الأطفال، تجنيدهم، تهديدهم. تلاتة، من مخاطر الإنترنت خطف الأطفال. أيوة، لأن الطفل وهو مش واخد باله بيحدد وهو بيكتب لأصحابه مكانه فين وهو مين ورايح فين ومش بعيد يحط تليفونه. أيوة، خطف الأطفال ممكن يتم عن طريق الإنترنت. أربعة، التطرف. يا جماعة، الجماعات المتطرفة ما عادتش بتجند الشباب عن طريق المسجد، كان زمان، دلوقتي عن طريق الشات على الإنترنت. الحاجة الخامسة، سرقة معلوماتك أنت كأب أو كأم. هو ابنك عايز يشتري لعبة من على الأب ستور وبيستخدم بطاقتك وبيستخدم، بيدخل على الكريدت كارد بتاعك وبيقول لك ويقعد يتحايل عليك وانت مش واخد بالك، او ياخده وانت ما تعرفش، او طبعا لازم يسألك علشان يعرف، وبعدين بعد شوية يتعود على الحكاية دي، وبعدين تتسرق انت حساباتك عن طريق الانترنت. سادس حاجة ممكن تحصل، الادمان. ادمان ايه؟ المخدرات؟ لا، ادمان الانترنت.